مشاهدتنا الرياضية الثانية من دبي، مباراة ألمانيا والولايات المتحدة ضمن منافسات المجموعة السابعة في مونديال البرازيل شهدت مواجهة من نوع خاص بين كلينسمان مدرب الولايات المتحدة ومساعده السابق مدرب ألمانيا الحالي لوف. مجددا ينضم لنا من واشنطن الزميل ألان درغام. ألان، كيف هي الأجواء مع المشجعين حيث أنت الآن؟ علي، كل ما اقتربنا من المراحل الأخيرة من دور الأول كل ما زادت الأعصاب والتوتر بالنسبة مين حيتأهل للدور الثاني، وحتى إذا كنت متواجد ببلد بيكون مشارك بالمونديال يعني بتكون الأجواء حماسية لأعلى مستوى. طبعا المشجعين من كل الأعمار، وحدي هلأ في دانس مشجع للمنتخب الأمريكي. First, tell me, بداية قل لي دانس، كيف كانت المباراة؟ فيها حماسة؟ هل شاهدتها خلال وقت المدرسة؟ نعم، استطعت مشاهدتها خلال فترة الغداء، وكل الأطفال والموظفين اجتمعوا حول جهاز التلفزيون في غرفة الطعام، تفاعلنا بهذه الطريقة وهتفنا. كانت تجربة ممتعة، وهذا لم يحدث لي من قبل، ولكن كان هذا شعورا ممتعا داخل المدرسة لأنه ليس يوما عاديا. دابي، نرى أن المباراة ليس فقط رجالا بل هناك كذلك النساء. أعتقد أن فريق كرة القدم للنساء أفضل من فريق الرجال. بدي أذكر كمان جوليانا بنت الأدابي من أصغر مشجعي المنتخب الأمريكي. هلأ هي عم تستريح، هلأ مش تستعد للشوط الثاني، ربما بيكون شوط محظوظ للجميع ولا مشجعي منتخب الأمريكي. علي، هيدي بعض الأجواء، ولكن المقاهي وكل الأماكن ممتلئة جدا بالحماس والأجواء، يعني بتمنى أنه يربح منتخب الأمريكي، بس يعني نشوف كيف بيكونوا من بعد المباراة. طبعا بيكون في احتفالات مستمرة لآخر الليل. علي، شكرا لك. ألان درغام، سنعود إليك لاحقا، أرجو أن تبقى معنا. شكرا لك.